السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان وفيديو جديد. ومعانا في الفيديو كابتن أحمد شوبير وبيكشف صفقات الأهلي الصيفية وكمان بيقول تفاصيل مهمة جدا هنشوفه، بس في الأول ونرجع لحضراتكم في نهاية الفيديو. شوية امبارح مباراة ما بين النادي الأهلي البطل الأسطوري للدوري المصري، واخد 42 بطولة، واللي بينافس على اللقب بقوه، واللي لو فاز في بقيه مباريات المؤجله يبقى في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر. بيلعب مع نادي المقصه اللي ظروفه السنه دي صعبه جدا جدا جدا، في مؤخره الجدول ب 15 مباراه لم يفز الا في مباراتين على الجونه ذهابا وايابا، ما عملش اكتر من كده، وتعادل في 9 مباريات في كل مباريات الدوري العام ولم يسجل سوى 11 هدف، ودخل مرماه 35 هدف بماينس 24 هدف. الكل توقع ان المباراة طبقا للتاريخ وفوارق المستويات يعني تكون من جانب واحد النادي الاهلي، وبالفعل بعد 22-23 دقيقة كان يعني تمريرة حلوة من قفشة لعبد القادر راوغ وحطها لديانج على حدود ال 18، سدد على يسار الحارس رمضان مصطفى معلنا الهدف الاول للنادي الاهلي، وهاصت وفرحة جماهيره في المدرجات وامام الشاشات. حلو الكلام، حلو الكلام. قلنا فضل الجون الثاني الثالث الرابع بقى، خاصة الاهلي كسبان المقصة في الدور الاولاني 4 وعمل شغل كويس وحاجة محترمة وحاجة جميلة. لكن الحقيقة صدق او لا تصدق يعني انه الاهلي لم يسد على مرمى رمضان مصطفى حارس مرمى مصر المقصة طوال المباراة الا الكرة اللي جه منها الجون، وكرة كده في نهاية الشوط الثاني من على الجنب شاط حسام حسن صدها رمضان وهو واقف. في المقابل بقى نادي مصر المقصة سجل هدفين. ازاي يا فالح انت بتقول النتيجة 1-0؟ هدفين، لكن الاهلي كان محظوظ جدا، صدق فاولين من بره ال 18 كده ب 15 20 ياردة، واحدة تترفع الراجل يلعبها بدماغه وتيجي في القائم وترد للراجل يحطها جون، لكن من حسن حظ النادي الاهلي ان الراجل اللي لعبها بدماغه اصلا كان متسلل فاتلغى الهدف ده في نهايه الشوط الاولاني. مع الدقيقه 89 برضه فاول من بعيد اترفعت، نفس الراجل عبد المنعم احمد عبد المنعم برجله طك جون، اترفعت الرايه، كان تسلل كل مره بيرضى بنص يرضى، وعشان القدر ينقذ النادي الاهلي مش من التعادل لا من الهزيمه. بصراحه بكل صراحه ما لقيتش في لعبك راحه بصراحه، يعني لا أداء جماعي ولا أداء فردي ولا تسديد ولا تمرير ولا بنى هجمة، وطلع لي سوارش اللهم صل على حضرة جمال النبي قال لك حققنا المطلوب أمام المقصة وحصدنا نقاط المباراة. لا ده مش المطلوب يا مستر ريكاردو، المطلوب الأهلي يلعب كرة حلوة، المطلوب الأهلي يمتع جماهيره، يعني في الجونة كان في روح كان في شكل كويس، الفوز تأخر لكن الجماهير كان عندها ثقة وكان في ضغط وكان في اختبارات لعماد السيد حارس المرمى، كان في شكل جماعي كان في شكل فردي، لكن بصراحة امبارح لا لون ولا شكل ولا طعم ولا أي جماليات ولا أي حاجة خالص موجودة في الكورة. ده محمد هاني، ده راجل لاعب محمد هاني يعني في التغييرات، نزل محمد هاني ونزل حمدي فتحي تغييرات دفاعية عشان يحافظ على الفوز، وإيه مخلص تغييراته من الدقيقة 71. طبعا نزل علي لطفي بدل من الشناوي المصاب، واطمنت الحمد لله الشناوي كان عنده ارتجاج خفيف بعد ما خبط في العارضه لكن حالته جيده وان شاء الله يلحق بيه مباراه المقاولون العرب. نزل لنا لويس ميكيسوني بدل من محمد فخري في الدقيقه 67، علي معلول بدل من محمود وحيد، لا تغييرات نفعت ولا اساسيين شفعوا، ما فيش حاجه بصراحه، لا يوجد شيء يعني، ما لا يوجد اهلي بالامس، انا بتكلم بمنتهى الامانه يعني. يعني اقول لك ايه، بعد المباراه حققنا هدفنا، شكر الجمهور، هو الوحيد اللي يستاهل الشكر الجمهور بصراحه يعني. قال الفوز عندنا ضيق وقت، معاك، وعن زنقه مباريات معاك جدا يعني. قال ان احنا تحكمنا في مجريات المباراه مش قوي يعني، جالنا فرص ما جالكش ولا فرصه غير فرصه واحده، كلنا عارفين الظروف اللي بيعيشها النادي الاهلي بسبب الاصابات موافقك وضغط المباريات. عندي اخبار انه العلاقه مع النادي الاهلي تحسنت كثيرا او قليلا، بس معلوماتي انها كثيرا يعني، وانه قد يكون هناك تعاون الفترة القادمة. صحة هذا الكلام؟
والله شوبير الموضوع ده اداري بحت يعني، يعني اداره النادي هي اللي ممكن ترد عليه بشكل اكتر مني يعني. لكن ده احساسك يعني وانت موجود في الفرقه برضه بتبقى الرؤيه باينه. بنحاول والاداره اعتقد يعني، انا مش عايز اتكلم عن لسان حد، لكن الاداره دايما بتحاول تحسن علاقتها بالانديه كلها خصوصا الانديه الكبيره يعني. طيب. الاهلي اكيد نادي كبير طبعا يعني. الان وقبل مباراتكم مع الزمالك، شايف فرص الفوز بالدوري لمين اكبر، زمالك ولا بيراميدز ولا الاهلي؟ والله الشوبير كل الانديه اللي حضرتك قلتها لها فرص وفرص كبيره. يعني الاهلي ليه فرص، احنا لينا فرص، الزمالك ليه فرص يمكن اكبر زي عشان فرق اللبنات. نعم. فكل ليه فرص وفرص، وده حلاوه الدوري السنه دي. صحيح. يعني احنا كل سنه بنشوف فرقتين الزمالك والاهلي هما اللي بينافسوا للداخل. نعم. فالحمد لله احنا داخلين صحيح يعني، وعارفين ان احنا بننافس انديه كبيره ومقدرين بالبلدي كده يا كابتن محمود يعني. بالبلدي ماسكين فيها بايديكم واسنانكم المره دي. والله بنحاول يا شوبير، احنا اللي احنا ضامنينه ان احنا نجتهد ونعمل اللي علينا. صحيح. اللي ربنا شايله لنا بقى ده مش عارفينه يعني. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمود فتح الله. علق الإعلامي أحمد شوبير على الأداء اللي ظهر عليه لاعبه الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي خلال مباراة مصر المقصة في بطولة الدوري اللي كانت امبارح. انتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف، وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورتس: كلنا قلنا في الأيام الماضية إن الأهلي ليه مباراتين أمام الجونة والمقصة بست نقاط هتعيد لينا الثقة، أي أعذار أو أي مبررات أنا موافق عليها، وإجهاد وإصابات وعدم تمرين كل تلك الأعذار برضو أنا موافق عليها، ولكن مش هوافق أبدا إن يكون ده شكل الأهلي. وبيقول كمان: كل التحية للاعبي مصر المقصة وجهازهم الفني بقيادة عيد مرزيق على الأداء اللي ظهروا عليه أمام الأهلي. أوضح إن شكل النادي الأهلي وطريقة الأهلي روح وإصرار وعزيمة كل ده مش موجود، بل إن فريق مصر المقصة اللي بدأ المباراة بخوف، وبعد كده لاعبوه بدأوا الدخول في أجواء المباراة وهددوا مرمى الأهلي وأحرزوا هدفين، ومن حسن حظ الأهلي تم إلغاء الهدفين بداعي التسلل. وكان بيقول ان الاهلي في الشوط الاول مش بيسدد اي تسديد على مرمى رمضان مصطفى، وده اللي اتكلمنا عليه امبارح في الفيديوهات اللي انا نزلتها. وبيقول ان حارس الجونة سوى كرة الهدف، وفي الشوط الثاني كانت هناك تسديدة لحسام حسن وواحدة تانية لديانج. بيقول لولا مهارة احمد عبد القادر في كرة الهدف ودقة تسديد ديانج الاهلي مش هيفوز، ولو لعب سنة لن يحرز اهدافا، وده فعلا انا بتفق مع كلام احمد شوبير. وطبعا كلنا عارفين ان الاداء في مباراة الجونة كان افضل من مباراة المقصة. هو في حاجة غلط بتحصل يعني، انا موافقة جدا على الاجهاد وتلاحم المباريات والاصابات، لكن على الاقل روح يعني لعيبة الاهلي والاصرار على الفوز تكون موجودة يعني، لكن ما يسيبوش الدنيا كده سبهللة يعني. الواحد داخل المباراة كده كأن عنده لا مبالاة. الاهلوية لو الاداء سيء كانوا بيبقوا متأكدين ان الهدف جاي بسبب الروح والاصرار والعزيمة، لكن ايام دي ما فيش كده خالص. الله المستعان. وصل احمد شوبير بيقول: هو ايه اللي بيحصل، ايه الشكل ده، هو خساره الكاس من نادي الزمالك اتسببت في كل تلك الازمات دي؟ عادي جدا الخساره دي امر وارد. وتابع: في حاجه مش طبيعيه، في حاجه غلط في اداء لعيب الاهلي، عمري ما لوم على المدرب، هو نفسه قال مش عارف ادرب اللاعبين ومش عارف اعمل جمل تكتيكيه، مضيفا الى ان سواريش مندهش من كم ضغط المباريات. ويمكن وضح قبل كده في تصريحات حتى كانت منشوره جدا على السوشيال ميديا، كان بيقول: هو انا مش عارف يعني ازاي في مصر هنا بيضغطوا المباريات وبيلعبوا كده يعني يعني 3 4 مرات او مرتين في الاسبوع يعني، بيقول انا ما شفتش كده. استرسل شوبير بيقول: جميع اللاعبي الاهلي كانوا سيئين باستثناء احمد عبد القادر وقالوا ديانج وكريم فؤاد، وده اللي شفناه فعلا في المباراه. مضيفا بيقول ان تغييرات سواريش كانت للحفاظ على الهدف. كان هناك مليون علامة استفهام على اداء لاعب الاهلي، واللعيبة فقد الثقة وتمريراتهم خاطئة. وبرضو اعتقد ان كل ده ما تسببش من مباراة الاهلي، لا مباراة الزمالك سوري، لا دي في حاجة فعلا مش مفهومة زي ما بيقول شوبير. وعلق برضو الإعلامي أحمد شوبير على قرارات الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية بشأن رد قناتي الأهلي والزمالك للناديين بشكل كامل،
كان منزل أحمد شوبير على تويتر بيقول قرار صائب من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتماع مشترك مع مجلس إدارة الشركات التابعة اللي بتقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتي الأهلي والزمالك، وتم تدارس مدار اليومين السابقين ووضعين في الاعتبار المصلحة الأولى لرفعة الرياضة المصرية وكرة القدم كلعبة شعبية هامة، وكذلك الحياد عن أي خلافات، وإن جمهور رياضة كرة القدم بيمثل الاهتمام الأول لدى مجلس الإدارة. يعني ما فيش داعي للمشاحنات او حد يشيل من حد او مدير كرة يشيل مثلا من متحدث رسمي نادي الزمالك وكده، يعني الاخبار اللي هي عملت بلبلة يعني اليومين اللي فاتوا دول. تم اتخاذ قرار باجماع على رد القنوات المعنية للناديين المعنيين وفقا للاليات القانونية الجاري اعدادها والاتفاق عليها مع الناديين او مع من يمثلهما، وده طبعا وفقا لاحكام القانون، بحيث تقول ادارة وتشغيل القناتين الناديين او من يمثل كل منهما في هذا الشأن بشكل كامل. بتأكد الشركة المتحدة حرصها الكامل على دعم الرياضة المصرية والاندية المصرية والجماهير المصرية، وعلى خطاب اعلامي بينبس كل اشكال الفتن والتعصب وكل سوء بيبتعد عن اخلاق الرياضة، وده اللي احنا وضحناه وقلناه. كشف الإعلامي شوبير عن الصفقات اللي هيدعم بها النادي الأهلي الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي. قال إن الأهلي هيدعم صفوفه بخمس صفقات على أقصى تقدير. الأهلي حتى الآن زي ما احنا عارفين أنهى ثلاث صفقات خارجية وصفقتين من الدوري المصري، مؤكدا إن الثلاث صفقات دي ليس من بينهم حارس مرمى والتدعيمات في الخط الهجومي، لأن احنا مفتقدين جدا ده في النادي. وتابع ان الصفقتان من الدوري المصري ما لهمش اي مشاكل، مضيفا الى ان اللاعب الاجنبي اللي انهى الاهلي التفاوض معاه لاعب رائع وهيكون مفاجاه للجميع، واكيد هنعلن عنه في فيديوهاتنا الجايه ان شاء الله. وواصل ان بيتبقى الاهلي كده صفقتين او ثلاث صفقات على اقصى تقدير خلال الميركاتو الصيفي، موضحا ان الصفقات دي تمت بالاتفاق مع ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الاحمر، ولكن هناك نظره لمجلس الاداره وشركه الكره ولجنه التخطيط. وبيقول لن يتم المساس بالمدير الفني البرتغالي، حيث يرى مسؤول الأهلي أن المدرب مش بيحصل على فرصته الكاملة مع الفريق، وأنه تولى تدريب الفريق في توقيت صعب. احنا كلنا بنتفق مع الكلام ده، كلام فعلا صحيح. يعني ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي.